إن لله جنودا من عسل. لله يا أبا يزيد؟ ولمن إذن يا ابن العاص؟ لمعاوية ابن أبي سفيان. ويحك، أتتهمني بقتل الحسن؟ معاذ الله، معاذ الله أن أتهمك يا أبا يزيد، ولكن ماذا؟ ألم تحاول اغتياله؟ في الحرب حاولت، لقد كان يحشد جيوشه وأحشد جيوشي، والحرب خدعة يا ابن العاص. ليكن ليكن، لقد مات وطويت معه صفحة. أي صفحة تقصد؟ صفحة بني هاشم المطالبين بميراث محمد. والآن ماذا ستفعل؟ سأفعل شيئا. ما هو؟ إنه شيء خطير يا عمرو. ألا تطلعني عليه؟ ليس الآن، سأطلعك فيما بعد. أما عدت أنا موضع سرك يا أبا يزيد؟ بلى، ما زلت وستبقى موضع سري. إنني لا أخفي عليك شيئا، بل أحرص على مشاورتك وأخذ رأيك في كل شيء إلا في هذا الشيء الخطير. يبدو أنك شاورت غيري. دعك منه يا ابن العاص. كما ترى، كما ترى يا أبا يزيد، ولكن ماذا بعد يا عمرو؟ إني أشتم رائحة هذا الشيء الخطير، وما أراه إلا متعلقا بولاية العهد، وما أراك موليا غير يزيد. أي داهية أنت يا ابن العاص؟ لست بأجهى منك يا معاوية. والآن أستأذنك يا أمير المؤمنين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبعد، لا قربت يا ابن النابغة، والله إنني لا أرى فيك موطنا للثقة ولا موضعا للسر. أنا وإياك كما قال الشاعر، يقربنا ليل يباعدنا الضياء، عدوين في بحر المكيد نطوف. أي شرك هذا الذي يظهره معاوية؟ أبهذه الوقاحة يتجرؤون على رشق نعش سبط رسول الله بالنبال؟ لو مت قبل أن أرى هذا، لو أنني مت قبل أن أرى هذا. هدئ من روعك يا بني. أمي، كيف أهدئ من روعي؟ لقد رأيت نبالهم تنبث في نعش أخي الحسن. أية وقاحة هي هذه التي أظهروها؟ إنها وقاحة ما بعدها وقاحة. أفعلت أمة هذه الفعلة بصد نبيها؟ كم تمنيت لو أنني أستطيع أن أفعل شيئا، أن أرد هذه النبال إلى نحور أصحابها. ولكن أبو عبد الله الحسين لم يأذن لي. اسمع له وأطع يا بني، إنه أخوك وإمامك. إنني كما تحبينني يا أمي سامع ومطيع لأخي وسيدي أبي عبد الله الحسين. أمي. نعم، ماذا تريد أن تقول يا عباس؟ إنما رأيته اليوم يذهب برؤياي بعيدا. إلى أين؟ إلى احتمال حدوث أبشع الجرائم بحق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد الذي رأيته يا أمي كل شيء يصبح محتملا. لقد أصبت الرؤيا. لا أمان لقوم رشقوا نعش ابن بنت نبيهم بالنبل. ليس هذا فحسب، فهم أنفسهم الذين قتلوه. نعم، هم أنفسهم. أيها الكاتب. سيد الأمير. اكتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى أخيه زياد بن أبي سفيان، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وبعد، وهل ستفعل بمشورتي يا معاوية أم إنها أول البيت؟ إن قلت لك إن يزيد مشهور لعبه وفجوره، أتتريث في الأمر أم تعتبرني كارها راغبا في غيركم؟ سيد الأمير. نعم، لقد وصل عبيد بن كعب النميري. حسنا، فليدخل. أمر مولاي الأمير. إن عبيدا راجل الرأي، سأستشيره فيشير علي بما عهدته من حكمته. السلام على الأمير عبيد الله بن زياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري، تعال شاركني الجلوس على كرسي الإمارة. شكرا لك أيها الأمير. أقول شيئا؟ ماذا تريد أن تقول؟ أقول إنك قد طلبتني لأمر خطير جدا. نعم، إنه خطير كما توقعت، وإني لا أعهد بك الحكمة والروية، فأردت أن أستشيرك. إذا أنا رهن إشارتك أيها الأمير. حسنا، لقد وصلني كتاب من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. أمصغ أنت إلي يا عبيد؟ نعم، إنني مصغ أيها الأمير. كتاب أمير المؤمنين يتضمن استشارتي في أمر خطير. وما هو هذا الأمر؟ مبايعة يزيد لولاية العهد. حقا إنه لأمر خطير. وما المطلوب مني أيها الأمير؟ رأيك. المطلوب رأيك يا عبيد بن كعب، ولكن قبل هذا أطلب منك شيئا آخر. ما هو؟ إن لكل مستشير ثقة، ولكل سر مستودع، وإن الناس قد أضرت بهم خصلتان يا عبيد، إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها، وأنت براء من الخصلتين يا عبيد. قد أردت مشاورتك في هذا الأمر الخطير. إنني لا أشكر ثقة الأمير زياد بن أبي سفيان بي، وأعده بأنني سأحفظ السر وأقدم النصيحة. أحسنت، أحسنت يا عبيد. إذن اسمع مضمون كتاب أمير المؤمنين معاوية. لقد كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد. بيعة يزيد؟ نعم، ولكنه يتخوف نفرة الناس ويرجو إلفتهم، فأرادني أن أشير عليه، فطلبتك مستشيرا. وأنت ماذا تقول أيها الأمير؟ يزيد متهاون مولع بالصيد يا عبيد. أفلا غير هذا أيها الأمير؟ ما هو؟ لا تفسد على معاوية رأيه، ولا تمقت إليه ابنه. مرني لألقى يزيد سرا، أخبره أن أمير المؤمنين معاوية قد كتب إليك يستشيرك في بيعته، وأنك خفت نفور الناس لصفات ينقمونها من يزيد، وأنت عمه ترى له ترك هذه الصفات. وبعد ماذا يا عبيد؟ بعد تكون أنت أيها الأمير نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين، ففزت برضا الاثنين معا. والله لقد رميت الأمر بحجره يا عبيد. قم من ساعتك واشخص إلى الشام لملاقاة يزيد. مشورة ناصح، ولكن إلى متى أنتظر وقد أخذ الشيب مني مأخذا؟ هل أنتظر إلى أن يصبح يزيد أمير المؤمنين؟ هذه ما لا أقدر على تصديقها. إنه الملك، الملك وليس سواه إمارة للمؤمنين أو إمارة للفاسقين. السلام.
السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن العاص. أو تضحك؟ أو تضحك يا أمير المؤمنين؟ أو يضرك ذلك يا عمرو؟ بالعكس، إن فرح أمير المؤمنين لباعث لفرحي. إذن أنت تسأل لشيء يا ابن العاص؟ للتأكد، للتأكد لا غير يا أمير المؤمنين. من ماذا؟ من السبب الذي أضحكني؟ من السبب الذي أضحكك بالضبط لكي أضحك أنا. ويحك، أي ثعلب مراوغ أن؟ الثعلب المراوغ أقل خطرا من الذئب المتربص. صدق، أطلعك على سر يا عمرو؟ أطلعني يا أمير المؤمنين، أطلعني وستجدني من الكاتمين. وإن أفشيته؟ هل تراني مفشيا للسر؟ أنت تتحرك مع مصلحتي، إذا اقتضت كتم سر كتمته، وإذا اقتضت إفشاءه أفشيته. ولكن ماذا يا معاوية؟ ويحك، معاوية فقط؟ ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان فقط يا عمرو بن العاص؟ أولست أمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟ بلى والله، بلى، أنت كذلك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين والحاكم بين الرعية بالقسط والعدل. قل لي الآن، ما هو السر الذي أردت أن تطلعني عليه؟ لا شيء، لا شيء يا عمرو، ليس هناك أي سر، إنما هي ممازحة عرفت أنك ستحملها محمل الجد. بل هو سر، عرفت أنك ستتظاهر بكونه مزحة. هل أنا أوان البيعة؟ أي بيعة؟ بيعة يزيد لولاية العهد. لا أعرف عن ماذا تتكلم. أتكلم عن موضوع يشغلك هذه الأيام، موضوع إعلان ولدك يزيد وليا للعهد وأخذ البيعة له من المسلمين. ولكنني أرى أنك إن أزمعت القيام بذلك أن تكون فكرت في أمر بني هاشم وابن الزبير وأولاد الخلفاء. من تقصد؟ أقصد الحسين بن علي وعبد الله بن عباس من بني هاشم، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا أنت مطرق يا أمير المؤمنين؟ لماذا تفكر؟ معاوية، معاوية يا أبا يزيد. نعم، إذن هؤلاء الذين تقصد. حسنا، لقد نصحت يا ابن العاص. نصيحة محب. أي والله، إنها لنصيحة محب، لن ننسى نصحه ومحبته. إني لأقطع بأن يزيد لا يصلح إلا للصيد وملاعبة القيان ومقارعة الخمر، ولكن إذا ما كان الأمر يتعلق بملكنا فليكن خليفة المسلمين وولي الله وأمير المؤمنين. سيد الأمير. نعم، ماذا أيها الحاجب؟ لقد وصل عبيد بن كعب النميري. ليدخل. حسنا. إن عبيدا لناصح استحق على صدق نصحه رضانا. رضانا فقط، وماذا سيفعل به؟ ألم يكن مدانا بالمال؟ السلام عليك أيها الأمير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري. نظرا لصدق نصحك قررت أن أقطعك قطيعا. أظن أن الأوان قد حان لكي أعلن البيعة ليزيد، فلا أدري متى ينزل بي الموت، وعليه يجب أن آخذ البيعة لولدي يزيد قبل فوات الأوان، فإنني إن مت قبل أن أجمع الناس على رأيي فسيذهب الحكم من أيدينا
وتنفلت الكرة التي تلقفناها. السلام على سيدي أمير المؤمنين. وعليك السلام، ماذا وراءك؟ لقد جاء من يحمل خبر نعي أخيك زياد. أيها الناس، إنكم لتعلمون موقعنا منكم، فنحن أئمتكم وقادتكم، وإن الله قد جعل هذا الأمر فينا، فأوجب علينا إدارة وتصريف أموركم، وأوجب عليكم الطاعة، وإنني أعلنها عليكم، إنه إذا حدث بي حدث الموت فيزيد خليفتكم بعد.